أكد سعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات أن الرهان على وعي الناخبين دائما ما يكون رهانا ناجحا. وشدد المدير التنفيذي للانتخابات في تصريح لنشرة الأخبار أن إقبال الناخبين الواسع على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي دليل على سعيهم لرفعة البحرين. الحمد لله اليوم الفرحة كبيرة والمشاركة واسعة، كان في إقبال كبير على مراكز الاقتراع في مختلف مناطق البحرين بشكل حقيقة واسع. العملية بفضل الله سبحانه وتعالى منظمة، تم افتتاح المراكز في تمام الساعة 8 صباحا كما هو مقرر قانونا. البحرين اليوم تكتب مسار جديد في مسيرتنا الديمقراطية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى أن اللي صار من هجمات إلكترونية وما إلى ذلك خلت العزم أكثر لدى الناخب البحريني، والدليل على ذلك هذا الإقبال الواسع. دائما الرهان على الناخب البحريني في كل الاستحقاقات الانتخابية في كل الظروف متواجد ويصوت للبحرين.